مصرية في انهيار. الكرة المصرية تتحدث عن نفسها. ما يحدث في الكرة المصرية عار تماما على الكرة المصرية في مصر. السلام عليكم حبايبي وحبايبي الحريف في كل مكان، وحشتوني وحشتوني النهارده، وجاي لكم في حلقة أكثر من رائعة، حلقة ساخنة درامية. انتظر معايا يا صديقي حتى الآخر الحلقة حتى أفهم وتعرف ماذا سأقول لك، ولكن انتظرني. قبل ما نبدأ وقبل ما نقول صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم، وقبل ما نبدأ مش طالب من حبيب الحريف في كل مكان من المحيط إلى الخليج، دعم اشترك واللايك والسبسكرايب لأسرك كل ما يجريه، واللي ما اشتركش ينزل يشترك. تعالى لي بقى عشان نخش على الأخبار الساخنة، ولكن البداية من قلعة الدراويش. طبعا طلع قرار او طلع بيان من الكابتن علي ابو جريشه بيقول لك انا يعني ايه راجل جاي فتره التعاقدات دي وفتره الصفقات دي عشان اشوف النادي محتاج ايه ونقدر ان احنا نوفي طلبات الجمهور ونقدر نساند النادي. تمام. بيقول لك تواصلنا بالاتفاق من حيث المبدا وليس اكيد، لسه في جلسه مع ايهاب جلال، مش اكيد ايهاب جلال مضى عشان نبقى فاهمين. تمام. تواصلوا المبدا لايه يعني تواصلوا من حيث المبدا يعني قعدوا، ولكن لسه في كلام جاي على ان هو يقود سفينه الدراويش الموسم القادم. انا مش معاهم، انا مع الكابتن حمزه اللي شال النادي موسمين. ايهاب السنه اللي فاتت وارجع يا صديقي كده وبص هتلاقي ان انت لما جيت اتكلمت 10 مليون و10 مليون عشان اعيدك في الدوري. اتحداك الكابتن حمزه كان ليه 800 الف جنيه عند الكومي. تذكر وارجع، ولا احنا بننسى؟ انا ولا مع ده ولا مع ده، انا مع حق الله اللي هتحاسب عليه. بس كابتن عشان انا شايف في السوشيال ميديا دايس على حمزه، حمزه ده اللي شالك، حمزه ده اللي طلعك، حمزه كان كل يوم بيموت، كان بينزل ماتش الرعب مالي عينه. انا اللي بقول لك لو اي نادي اللي علم حمزه الجامد كان مش في دماغه. غلبت غلبت مشيت استقاله وامشي، مش هيشغلني اي غيره. لكن الاسماعيلي بالذات بالنسبه لحمزه الجامد وضع مختلف تماما. اقعد كده وفكر في اللي انا بقوله وهتشوف ان انا بتكلم صح. تمام. طبعا الكابتن علي ابو جريشه بيقول لك الاسماعيلي يحتاج دعم الدوله ماليا. طب مين اللي هيديك؟ انا جاي لك باخبار حلوه ثانيه، بس اصبر يا صديق ما تاخدش كده المواضيع بسهوله. طبعا جمهور الاسماعيلي بالنسبه للنادي هو الاساس. طبعا ده كلام الكابتن علي ابو جريشه بيقول لك الجمهور السند والاساس. وطبعا يعني يا ريت تستحملونا شويه وتصبروا شويه وهنديكم حاجه هتعجبكم. احنا معاكم منتظرين. رجل اعمال اسماعيلاوي يدعم صفقات الاسماعيلي الجديده، وبيقول لك هناك من يدعم وهناك من يخطط للفشل. طبعا في كل مكان، ولكن الاسماعيلي بالذات ليه وضع مختلف عن باقي البلاد. فاهمين واضحين مع بعض. تمام. ايهاب جلال بيقول لك لدي جلسه مرتقبه مع مسؤول الاسماعيلي عشان يشوفوا ايه الدنيا والصفقات اللي هو محتاجها وهيحتاج مين ومش هيحتاج مين. ده بالنسبه للكابتن ايهاب. ولو تمام هيبتدوا يشتغلوا من اول اغسطس عشان نبقى واضحين. تم الاحتواء من مشكله ياو انور ورضوا وادوا له فلوسه وادوا له دنيته، تم احتواء المشكله واللاعب متواجد مع الاسماعيلي. طبعا في جلسه خلال ساعات ستحسن مع اللاعب سيرجي اكا. هيقعدوا معاه الكابتن علي ابو جريشه والناس الموثقين، الناس الكابتن عماد سليمان والكابتن صبري المنياوي عشان يخلصوا موضوع سيرجي اكا. احنا عايزين الافضل والاحسن للنادي بس. ولكن انا كنت حزين على حمزه لان حمزه تعب الفتره اللي فاتت والسنه اللي فاتت واللي قبلها. فيعني
مش كل ما تيجي يحصل لك كارثة هيبقى هو السفينة أو اللي هو المنقذ؟ ما أنا لو مكانه أو أنت مكانه مش هتوافق بالكلام ده. اسمعني أقسم بالله، تمام؟ ده بالنسبة في أكثر من صفقة على أعتاب نادي الإسماعيلي، ولكن تحت عيون اللجنة اللي يرأسها الكابتن علي أبو جريشة في أكثر من لاعب ولاعيبة شاطرة ولاعيبة جيدة، ولكن طبعا تحت أعين الناس المسؤولة أو الناس المعنية. ده بالنسبة للصفقات نادي الإسماعيلي. سريعا كده بس عشان إيه ما إيه خرج نخرج من دراويش مصر ودراويش العرب، آسف، ونخش كده على إيه؟ على الكوارث المصرية أو الكوارث في الكرة المصرية. البداية ما حدث أمس أو كارثة أمس، تمام؟ الكرة المصرية في مهب الريح، لا يوجد انضباط ولا لجنة انضباط. ما حدث أمس من حسين الشحات مع اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي عار على الكرة المصرية، تمام؟ خرج اللاعب محمد الشيبي على صفحته على الانستجرام، تمام؟ ركز معايا عشان هو صفحته عندي على الانستجرام، بيقول لك دي مش أول مرة تحصل من هذا اللاعب أو من أكثر من لاعب من الأهلي منهم علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحسين الشحات، أكثر من لاعب في الأهلي. يا ريت يا جدعان لو أنتوا هتنقلب حلبة مصارعة يبقى نفضها سيرك، عشان شكلنا بقى زبالة من الآخر. اللي بيجرى في الكرة المصرية عار على الكرة المصرية، ولسه جاي لك يا حبيبي في الكلام وجاي لك في واتفرج على الصور. انا عايزك تقعد تتفرج. انا بص هفضل اعرض لك في الصور كده. اللاعب ده اتعرض في الامارات في مباراة السوبر، وهو قال على الانستجرام انا اتعرضت في مباراة السوبر للسب لابويا ولامي وللشتايم والفاظ من لعيبة الاهلي وللضرب. امبارح قبل اللقاء ما يبدا، اثناء وجودي داخل ممر اللي بنطلع منه على الملعب، توجه ليا اللاعب حسين الشحات وقال لي كده بالنص على الانستجرام، انا مستعد اطلع لك البيان. انا ما عنديش مشاكل، انا ما بتكلمش من فراغ، عايز تشوف البيان اوريك البيان، ما فيش مشكله. وقال لك اللاعب جالي بيقول لي كنت اتمنى ابتدي اللقاء. طب انا مشكلتي ايه؟ عشان اكسر رجلك. تخيل بقى لما واحد داخل بيقول لك اتمنى ان انا ابدا اللقاء عشان اموتك، ايه رايك؟ ايه يا عم وانت بلطجي؟ يا حسين يا شحاده انت كلك كده؟ يا ابني انا معايا تاريخك، يخرب بيتك. ده انا اجيبك بالشبشب بزنوبة، ده انا جاي اول واحد جايبك شبشب بزنوبة، ده انا اجيبك بعد كده وانت راكب الميكروباص ابو ايه يا عم في ايه؟ بعدين انت ايه فيستك، تمام؟ انا معايا حبايبي كتير اهلاويه، بس اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا، عيب عيب، دي حلبة مصارعة، تمام؟ بعد ما طلع اللاعب دخله وحسين الشحات راح على البتاع، فاللاعب بيقول لك نادى لي بعد الماتش، وقبل ما ينداه دخل دخله وعمل اصابه اللاعب بيراميدز. هجي لك تاني بس خلينا نخلص موضوع محمد الشيب. بيقول لك جالي بعد الماتش بيندى بيقول لي خد وانت بتعمل كده لمين؟ الحركة بتاعت بير بتاعتنا دي، أنا بقول لك أقسم بالله ولا تقدر تعمل كده مع لعيب في الزمالك واحد زي شيكابالا ولا واحد في الإسماعيلي، وربنا ياكلوك كده. ده أنا بتوع حرس الحدود اتلموا عليك كانوا هيموتوك، ومعايا الصور وهشاير. في إيه يا عم؟ إحنا بلطجية؟ اما الكرة ايه وروح رياضية ايه وروح شفت ايه
هو انت يا تكسب يا تضرب. ابو تلاتة ابو تلاتة ابو تلاتة. ايه يا عم، انا عمري ما حفلت، بس اللي بيجري ده يخليني احفل صراحة عشان عيب. انا معايا ناس اهلاويه زعلانين من اللي حصل، اقسم بالله. بقول لك لا، ايه يعني نتغلب؟ دي كوره، لا اللعيب ازاي يتغلب؟ ماشي. بعد نادى عليه، انت بتعمل يمين كده، راح ماسكه من كتفه، الواد جاي يمشي راح جاي ماسكه من كتفه ومناوله بالقلم. في ايه يا عم؟ وقلم جبان يعني، ده ضربه القلم واداله ظهره ومشي. ما تقف يا ذكر. تمام، بص بقى عشان تعرف اللي هيحصل. طبعا لجنه او رابطه الانديه طلعت قرار بايقاف اللاعب مباراتين، وده طبعا ما الكلام ده مش مظبوط. دي كده لجنه تيت 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 بس. ايقاف اللاعب مباراتين وتغريم اللاعب 20,000 جنيه. طبعا بيراميدز قال لك لا. بعد الموضوع ده صعد بيراميدز الامر بعد العقوبه للفيفا، عشان نبقى واضحين مع بعض. تمام، واسمع بقى اللي توجع عشان دي جايه من المغرب. تمام، ده بقى الايه اللي بيجيب من الاخر. قررت قرار عاجل، اعلنت الجمعيه الملكية المغربية لكرة القدم عن استيائها ما حدث في مباراة الأهلي وبيراميدز الذي ينضم له اللاعب المغربي محمد الشيبي، وتستنكر الجمعية ما حدث، وسيتم تصعيد الأمور إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم بالصور والفيديوهات، وتعتبر ما حدث هو إهانة للشعب المغربي. حقه حقه، وكل واحد ياخد حق. ده قرار عاجل لسه طالع مفيش من الاتحاد الدولي المغربي لكرة القدم. عم أزار في مباراة لاعب دولي مغربي بيلعب في المغرب. نحن عيب قوي اللي بيجرى ده، عيب اقسم بالله عيب. تمام، ايضا تسبب حسين الشحات في إصابة اللاعب محمد حمدي بكسر في الكاحل بعد تدخل عنيف. أكتر من مشكلة يا نجم زعبولة القلة. أمال إيه يا عم أنت؟ بص أقول لك على حاجة، والله أنت بعد كده تنزل بسين تروح حاطه في الشورت كده أو مطوة حطها في الجزمة، واللي ما يكلمكش طلع ثبت ثبت اللعيب. يا عم اللي انت بتعمله جاتك خيبه، جاتك خيبه. ولا يلعب ده انت والله ما تلعب في مركز. وربنا لو مدرب الاهلي او انا رئيس نادي الاهلي، وربنا ما خليك تنزل الملعب عشان انت هتجيب لنا الشتيمه وقله القيمه. بس ده السوشيال ميديا ما بيتكلمش غير عن الحوار امبارح ده. السوشيال ميديا تم في العالم كله. طبعا لجنة الرابطة برضو غرمت نادي المصري 220,000 بسبب أحداث الجمهور، عشان انتوا بس ايه ما بتسمعوش غير شتايم اسماعيلي والمصري والاتحاد والأندية دي. ولكن ولكن جمهور الاهلي المخرج اللي بتبعته شاطر قوي، فقفل الصوت احسن واحد. اول ما الشتيمه تطلع قفل بسرعه، صح؟ ايه اللي بيجرى ده يا اخي؟ والله العظيم. طب وانت صورته هم، طب هم بيشموا بره الاستاد، انت مالك ومال تغرمه؟ ده في الاستاد كانوا حزانه يا راجل، ده كانوا قاعدين بيعيطوا. الله يخرب بيت اتحاد الكورة يا راجل، ده يخرب بيت. ايه يا عم احمد خرط يا بنت ولا زين؟
بنسمع ليه ايوب ده؟ انت جبت لنا عرى راجل انت مش من عندنا اساسا، عشان احنا لو شفناك هنا هنديك بالبولغة. ايه ده قلة القيمة دي يا راجل؟ اسف لو منرفزة، بس الحاجات اللي بتحصل دي اهانة. خبر مؤسف للجمهور المصري، اصابة اللاعب عبد الرحيم دغموم بقطع بالرباط الصليبي، اتمنى له الشفاء العاجل ويعود، ولكن طبعا هو كده بدايه الموسم مع مصر هيبقى الموضوع صعب، ممكن الموسم او الموسم ده بس يعني ايه النص التاني. تمام. اخيرا قبل ما نختم، تعادل ليفربول اليوم في المباراه الوديه مع جوتر بولز الالماني 4-4. شارك محمد صلاح في الشوط الثاني، سجل هدف وصنع هدفين في الدقيقه 98، احرز هدف محمد صلاح. انا شايفه من اول ماتش اكل حزين، ولكن ده مباراه وديه، ابو صلاح انت نجم يعني النادي محتاج. اتمنى من كل حبايبي حبيبي الحبيب في كل مكان، لو عجبتك الحلقه لا تبخل على حبيبك الحبيب باللايك، عايزين نوصل باللايكات دي ل5000 لايك، دعم اللي هيبقى كل حبيب، واللي ما اشتركش ينزل اشترك. انتظرني غدا في حلقه اكثر سخونه واكثر روعه باذن الله، باذن المولى عز وجل. اتمنى من كل حبيب يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله.